لمياء من مراكش تعطينا دجاجة معمرة. صباح الخير لمياء، اش اخبارك؟ صباح النور. لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله كل شيء بخير. الله يبارك فيك كل شيء بخير. مراكش مشي مش ولا مضيبب ولا مضيبب يدير رد ولا مضيبب ايوا اش غدير؟ هادي وقيت الضبابه وقيت الشتيوة والوقيت ديال البرد، اللهم لك الحمد والشكر لله. طيب هادي دجاجة بلا عظم معمرة، يعني دجاجة كتزولي ليها العظم كامل ياك؟ واخا نبداو معاك المراحل من الاول وناخذوا المقادير. اول حاجة بغيت نقدم واحد التعازية الحارة لعائلة الجندي، أكيد. وخاصة الإعلامية المتفقة ديالنا لالة سارة، نعم، وتمنى لهم الصبر أكيد. وهذا عزاؤنا واحد للمياء، لأن فقدان هذا السيد هذا هو راه فقدوا المغاربة كاملين. فقدنا يعني عبقري، يعني على خشبة المسرح وصوت من الأصوات، يعني اللي سكنت قلوبنا دنيا زن. وفقدنا أكيد شخص إنساني بدرجة أولى صراحة. هذا فقدان لكل مغاربة والكل مغربي، الله يرحمه والله يجعل متواه الجنة. وعزاؤنا واحد للمياء. طيب ناخذ المقادير نقولوا بسم الله. غنحتاجو ان شاء الله دجاجه من وزن 2 كيلو. دجاجه نزولو ليها العظم من وزن 2 كيلو، اي نزول العظم. وغنحطها على شكل هضوره ديال الحولي. اييه. راه نحتاجو 3 الروز كلاصين مسلوق. شحال لاله ديال الروز؟ 3 صغيره الروز كلاصين. واخا صغيره مسلوق. روز كلاصين مسلوق، اييه. 4 الكبسان تبله. رابعه الكفته. الكفته اييه متبله. اييه. 3 البيضات مسلوقين. 3 البيضات مسلوقين. 100 غرام زبده مذوبه مع عظمه البنه الدجاج. 100 غرام زبده مذوبه مع ضامات البنه والتي اكرهها الدجاج. مهم على ضمانتك. على ضمانتك. لا 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 ضمانتك. مرة في 10 سنين. واخا تفضلي. ايه. ملح والابزار والسكنجبير. الابزار والسكنجبير، ايه. طريقة بسم الله. اول حاجة كناخدو ذوك العظام ديال الدجاجة، ايه، وتنوضعو في طنجرة. توضع في طنجرة ونضيفوا لهم بصلة صغيرة. نعم. ومطيشة. بصلة صغيرة على قدها ياك؟ غير صغيرة على قدها. ومطيشة هي على قدها؟ مطيشة هي على قدها. شوية تاع الزيت. الزيت. المائدة. إيه. ملح. شوية لبزار. شوية سكينجبير. لبزار. سكينجبير. وربطة المعدنوس. ربطة المعدنوس. ونضعو فوق النار حتى يغلى لينا المرق. هاد المرق غنستعملوه في الطياب ديال الدجاجة. واخا ها هو عندنا وجدناه. ايه. من بعد تناخدو الدجاجة. الدجاجة نرشوها بشوية تاع الملح وشوية الابزار والسكنجبير. ملح وابزار وسكنجبير. ثم تنفرشو فوق من هذاك الروز اللي سلقنا، نحاولو نغطيوها كاملة ياك. فوق منها ماشي فيها الداخل. واخا نفرشو فوق منها في الوجه اللي فيه اللحمه ماشي اللي فيه الجلده. واخا اذا الروز كامل، ايه. وتنسقيوها بديك الزبده اللي ذوبنا مع عظمه البنه. نسقيوها بالزبده المذوبه. ايه. بعد ثاني تنفرشو فريشه اخرى ديال الكفته. ونفرشو تفريشه ديال الكفته، ايه. ونعاودو نسقيو بهذيك الزبيده. ونعاودو نسقيو بالزبدة، اييه. تنوضعو دوك 3 البيضات مسلوقين، اييه. وتنلويوها. ونلويو وغنخيطوها مزيان. نخيطوها بحال غنجمعوها. غنجمعوها. غنجمعوها تتجي بحال الطيحان ديال الكري. كتجي بحال البودا. كتجي بحال ملويه. كتجي بحال نعم بحال المدلك. بحال المدلك. نعم. اييه. من بعد تناخذوا بابي الومنيوم. مالو تنوضعوها فيه وتندهنوها بديك الزبده اللي بقات لينا. اجي ديري يعني ورق الطهي هو الاول عاد ديري بابي الومنيوم. ماشي واخا ماشي مشكل. ياك واخا. المهم حنايا غير تكون مجموعه باش ما تحلش. واخا اذا ورق الطهي هو الاول عاد ورق الالومنيوم،
تندهنوها مزيان بالزبده اللي بقات. تدهن بالزبده اييه. والوراق هذاك الورق. ايه صافي متفقين اييه. من بعد تناخذوا طاوه الفران. طاوه الفرن اييه. ونوضعوا فيها الدجاجه. اييه. ونضيفوا عليها جوج كيسان ولا ثلاثه ديال المرق. ونضيف جوج كيسان حتى لثلاثه ياك. من بعد راه غنبقاو حنا مراقبين الا حسينا خاص نعرفوا باقي ما طابش اييه. وتندخلوها الفرن على نار متوسطه. وتنبداو نراقبوها مره وفي ذاك الوقت تنبداو نقلبوها باش تطيب على الجهات كامله. واخا واضحه اييه. منين تطيب تنخرجوها من الفرن ونخليوها تبرد مزيان. وتبرد ها هي. وتنقطعها دوائر. اييه. تنعاودو ندهنوها بلا موطات. وندخلوها الفرن تحمر. وهذيك المريقه فاش طابت تنديروها في شي كاسرونه ونوضعها فوق النار حتى تتقال. هاد المرق يكون مرافق ليها. اييه. وبالزينه تنزينوها بخضره خضره طويله على حسب الرغبه. نعم. غير هو التقنيه فين كاينه اللمياء هو العظم اللي كيتحيد من الدجاجه. هذاك ممكن غير الجزار تيحيد هاد السموله. صافي. ولا بغيتي انت تحيدي راه تتحيد من الدار تتبداي تبع الحيمه تتحيد. واخا اللمياء هذا طبق رائع كنشكرك عليه. تيجي غزال وكنهنيك عليه تبارك الله عليك. غنعاود معك المقادير ونعاود معك الطريقه ونتعاون انا وياك على هاد الشهيوه هادي اللي نبغيو ان كل سيده كتستمع لينا تاخذ ستيلو ورقه وتسجل هاد المراحل وهاد المقادير هادي وراه يعني طبق ديال تحميط الوجه كما كنقولوا لمياء. طيب قلتي الدجاجه من وزن 2 كيلو مزول ليها العظم وكتحط على شكل الهضوره. عندنا نزله صغيره ديال روز كلاصي مسلوق بمعنى نقولوا رابعه. عندنا الكفته متبله. عندنا ثلاثة البيضات مسلوقين. هذوك ثلاثة البيضات يعني ما محلهم الإعراب لالا؟ منين تتقطع دوائر تجي دورة ديال اللحم ودورة ديال الرز دورة الكفتة ودورة في الوسط ديال البيض. صافي. إذا هو غير داك التنوع داك الشكل يعني كيجي مختلف. طيب قلنا الكفتة متبلة. عندنا ثلاثة البيضات مسلوقين. عندنا 100 غرام ديال الزبدة مذوبة مع ضامة البنة ديال الدجاج اللي قالت لنا لمياء. عندنا الملح عندنا الابزار عندنا سكينجبير. وفي الطريقه غناخذوا هذوك العظام اللي زولنا من هاد الدجاجه ياك غنوضعوهم فوق الطنجره مع بصله صغيره مطيشه صغيره الزيت ديال المائده شويه ديال الملح شويه الابزار شويه سكينجبير وربطه ديال المعدنوس ونخليو هاد المرق هذا حتى يغلى. غناخذوا هذيك الدجاجه ديالنا اللي زولنا ليها العظم غنرشوها بالملح والابزار وسكينجبير ياك ونفرشوا من فوق منها الروز كامل ونسقيوها بديك الزبده المذوبه اللي مع ضمات البنه ونفرشوا تفريشه ديال الكفته ياك لالا ونعاودوا عاوتاني نرشوا بهذيك الزبده ياك لالا ونعاودوا نديروا هذوك ثلاثه البيضات مسلوقين يعني كنديروهم على قدهم ولا دوائر ولا شنو ولا لا على قدهم على قدهم باش منين تطيبوا تنقطعوها وما كتقطعوا دوائر مع الدجاجه. واخا. اذا غنديروا هذوك ثلاثه البيضات مسلوقين غنلويو هذه الدجاجه هذه وغنخيطوها وغادي نلفوا عليها ورق الطهي عاد ورق ديال الالومنيوم وقبل ما نلفوا عليها هاد الورقين هذا غندهنوا بالزبده غناخذوا طاوه ديال الفرن ديالنا غنديروا فيها هاد الدجاجه هادي وغاد نزيد واحد جوج كيسان ديال المرق وحنا كنراقبوا اكيد الفرن ديالنا على درجات حراره متوسطه غنبداو نسقيو بهذاك المرق اللي وجدنا ديال العظام ديال الدجاج ملي تخرج من الفرن وتبرد غنقطعوها دوائر غندهنوها عاوتاني بلا موطارد وندخلوها عاوتاني الفران تحمر والمرق اللي بقى لينا غنخليه فوق العافيه حتى كيتقال ويقبط راسو ويرافق لينا هاد الدوائر ديال الدجاج معمر على لمياء. عندك شي اضافه اخرى في التزيين؟ غير اهم حاجه فيها هو ديك الجليده ديال الدجاج ما تكونش متقوبه لان هي اللي تخليها متفرد هي اللي تتجمع اللحم ديالك هي اللي كتعاون هي اللي كتعاون في الجميع ديال ديال الدجاجه. يا لالا تبارك الله على لالا لمياء. الله يبارك فيك وشكرا على هذا الطبق هذا اللي جانا من مدينه مراكش. خليناك على خير. بارك الله فيك. الى اللقاء.